هذه ليست مشاهد لتعذيب أحد المجرمين، إنها طقوس اعتيادية للعلاج على يد هذه الفتاة العشرينية التي تحولت إلى مقصد علاجي شهير في بوركينا فاسو، يتوافد إليها آلاف السكان لطلب العلاج والاستشفاء وجلب الحظ. تعالوا معنا لنتعرف على قصة جديدة من عالم غريب. في قرية توغينبيل الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب مدينة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، تقطن واحدة من أشهر فتيات بوركينا فاسو أمسيتو نيكيما التي يلقبها السكان بإيجا، فتاة لم تتجاوز العشرين ربيعا. مظهرها طبيعي كبقية فتيات القرية، لكنها في نظر السكان فتاة خارقة للطبيعة. هذه الجموع الغفيرة حضرت إلى قريتها الفقيرة، آلاف المرضى واليائسين والمقعدين جلسوا تحت قدميها، يملأهم اقتناع تام بأنها قادرة على شفائهم. لكن كيف بدأت قصة إيجا؟ منذ طفولتها كانت تدعي بأن لديها قوى خارقة تتمثل في بعض الرؤى والأحلام الغريبة، لكن والديها هاجماها واتهماها بالجنون. Ça a été comme ça. Mais le début de la folie, j'ai dit à mes parents, je ne suis pas folle. Ils ont refusé. Il y avait un enfant de 3 ans qui ne pouvait pas marcher. Donc j'ai juré avec ma vie ces jours-là que je vais les soigner pendant 12 jours. L'enfant là va marcher. Quand j'ai donné un médicament, 11e jour, l'enfant là, il s'est levé, il a commencé à marcher. Donc 12e jour maintenant, les gens ont commencé à soupçonner. D'autres disent que c'est la folie et d'autres disent que ce n'est pas la folie. قوى إيجا العلاجية ذاع صيتها في أنحاء البلاد. في صباح الأحد من كل أسبوع، طوابير طويلة من السيارات والدراجات النارية تقل آلاف المصدقين بالقدرات الخارقة لإيجا، الذين تزين معظمهم بملابس بيضاء اللون. أمواج من البشر، بينهم رجال قيدت أقدامهم بالسلاسل، وآخرون يقولون إنهم ممسوسون أو أصيبوا بالشلل ولعنوا بسوء الحظ أو تطاردهم الأرواح الشريرة. جميع هنا ينتظرون خروج إيجا من مقرها لتقرأ عليهم أدعيتها أو تمنحهم بعض العلاجات والأدوية. C'était petit à petit. Mais j'avais beaucoup de pouvoir. Mais les gens ont tellement maltraité dedans. Je n'arrivais même pas à travailler tranquillement. Ça a été comme ça. Donc actuellement, aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a donné le pouvoir jusqu'à ce point. Si je me lève, je dis, je veux ça, il me donne. Si je vois quelqu'un, il est malade, si je dis, je vais l'aider, il aide la personne. إيجا لا تتقاضى أي أموال نظير خدماتها، وعلاجها بالمجان تماماً. لهذا زادت شعبيتها وسط مجتمع فقير، كما أن مرضاها أكدوا على قدراتها العلاجية. شبرا تتنوى لتنوى و و لا بارى فما لا فايا بروبري اراتنا اتل موني على لون تتوبنا اورا اتل موني و شاركونا اراءكم. هل تصدقون روايات وجود اشخاص يمتلكون قوى علاجيه خارقه